السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم أحبائي الأعزاء خاصة بالناس اللي كيعانيو بالإمساك الشديد عندهم الإمساك، وهذه الوصفة أيضا كتساعد في طرد الغازات من البطن يعني من الجسم. هذه الوصفة المكون الوحيد اللي غنحتاجو فيها وهو سناء مكي اللي معروف عند جميع الناس، يعني الدول العربيه كيقولوا لي سناء مكي هذا هو الشكل ديالو، متواجد عند اي عشاب. هاد العشبه هذه كتساعد في يعني في التخلص من الامساك. طريقه ديال الاستعمال ديالها سهل احبائي الاعزاء. الناس اللي كيعاني من الامساك طريقه غادي ياخذوا واحد معلقه صغيره من سناء مكي، وين نقيوها يعني نظفوها من الشوائب، ومن بعد يعني خصنا ضروري نغسلوها بواحد شويه ديال الماء دافي، ومن بعد ناخذ كاس ديال الماء غليان ونضيفوا فيه ديك المعلقه ديال سناء مكي من بعد ما نظفناها، ونضيفوا ونخليوها المده ديال 5 دقائق حتى تتغير الماء تاع اللون ديال الماء اللي متواجده فيه هاد سناء مكي. وناخذوا هذاك الكاس يعني من بعد في اي فتره عندكم في اليوم يمكن لكم تاخذوا هذاك الكاس، يعني تاخذوا الكاس كمشروب يوم حتى تخلصوا من الامساك. هاد الوصفه هذه يمكن الناس الكبار هما اللي ياخذوها، اما الناس يعني الاطفال كاين بعض النساء اللي غيقولوا لي واش يمكن لينا نعطيهم للاطفال. الاطفال ديالنا دائما كيتغير يعني المكون على حساب السن. الى بالنسبه للناس الكبار هما كياخذوا كميات شويه كبيره، اما الاطفال ممكن ليناش نعطيهم نفس الكميات اللي كناخذوا حنايا. هاد الكميه هاد الوصفه هادي تاع اليوم خاصه بالناس الكبار. المشروب ديال سناء مكي هو كيساعد الناس اللي عندهم الامساك باش يتخلصوا من الامساك نهائيا. الا تبعتوا هاد المشروب ديال سناء مكي مره واحده في اليوم الوقت اللي حبيتوا انكم تشربوه، يعني تشربوا كاس مغلى من سناء مكي وتضيفوا عليه واحد ملعقه يعني ولا نصف ملعقه من عسل النحل الا كان متواجد. اما الا ما كانش متواجد عندكم العسل ديال النحل يمكن لكم تضيفوا قطعة صغيرة من السكر باش تقدروا انكم تشربوا هذا المشروب هذا. واللي ما بغاش يشربوا يعني فيه السكر او فيه العسل يمكن له يتناولوا هكاك قبل ما نشربوا هذا المشروب هذا، غادي نصفيو عاد يمكن لينا نشربوه في الوقت اللي حبينا يعني مرة واحدة في اليوم حتى تنتخلصوا نهائيا من الامساك. هذا المشروب هذا خاص بالناس الكبار. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي كيعاني من الامساك يمكن له يجرب هذا المشروب هذا، وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.